يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بيكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيماية. كلامنا النهاردة بيقوله بولس الرسول لأهل كورنثوس في رسالته الأولى وأصحاح 6، بيقولهم خلوا بالكم أنتوا دفع فيكم تمن غالي، وبيقول الكلام ده كمان لينا النهاردة. اسمع بيقول لهم إيه في أصحاح 6 وعدد 20، كورنثوس الأولى أصحاح 6 وعدد 20: لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. كورنثوس الأولى 6:20. قبلها على طول بيقول لهم: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ الواحد فينا لما يجي يعني يشوف الأمور بعنين الله هيشوفها بمنظور مختلف خالص. تستعجب انك هتسمع الكلام ده، لكن دي حقيقة. احنا بتوع ربنا مرتين، ملكه مرتين، مرة بحق الخليقة، بحق براءة الاختراع، هو اللي عملنا، احنا بتوعه لان احنا اتخلقنا بايده الحلوة، هو اللي اخترعنا، هو اللي عملنا، احنا بتوعه ملكه. واحنا كمان ملكه بالمرة التانية بحق الفدا والشراء والتمن اللي اتدفع فينا، اللي زي ما بتقوله الترنيمية الجميلة بتاعتنا النهاردة: يلي دفعت فيا أغلى الأثمان، ولما قبلتك ربي صار لي السلطان، وإنت بترعى حياتي بكل حنان، ما يملك قلبي أمامك غير السجود. كلام النهاردة تتشجع جدا جدا وإنت بتنتمي وبتنسب نفسك لهذا الإله. اسمع معايا الآية تاني: لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. كورنثوس الأولى 6:20. فمجدوا الله في أجسادكم، أيوة مجدوا الله في أجسادكم. إحنا مش بتوع أنفسنا، إحنا بتوع الرب، إحنا ملكه، ملكه مرتين. من حقه علينا النهاردة أن إحنا ما نزعلهوش وما نضايقهوش وما نحزنش روح الله الساكن فينا. لكل إنسان حط حياته في إيد ربنا وسلم للرب قلبه وحياته، أنا بقولك اتشجع النهاردة أن الإله ده مش بيطلب منك المستحيل، مش بيطلب منك تنام على سرير مسامير زي ما بيعملوا الجماعة في شرق آسيا. أنا أشجعك النهاردة أنك بس تشوف هو عايز إيه. مجدوا الله في أجسادكم، عيش بالطهارة والنقاوة. شوف في كورنثوس الأولى أصحاح 6 الكلام الجميل اللي بيقوله، بيقول إن الإنسان اللي مثلا بيزني بيخطئ إلى جسده، بيخطئ إلى نفسه. أنا أشجعك النهاردة خليك مع ربنا ليه، وحياتك ملكه، وعيش ليه، وقول زي ما بيقول كاتب الترنيمة: ما يملك قلبي أمامك غير السجود، أنا عز بيك وفخري ومالية سواك، وسراج لرجلي كلامك وماشي وراك، وعلى أيام يا ربي ما يسود إلاك. ما يملك قلبي أمامك غير السجود. تعالى حط حياتك عند الرب، افرح إنك ليه، عيش ليه واخلص له، فرح الروح القدس جواك، وتعالى رنم معايا بالكلمات الجميلة دي: محلى السجود أمامك. ياللي دفعت فيا أغلى الأثمان، ولما قبلتك ربي صار لي السلطان، وإنت بترعى حياتي بكل حنان، ما يملك قلبي أمامك غير السجود. ياللي دفعت فيا، ياللي اشتريتني، أمجد شخصك
في جسدي في نفسي في روحي أقدم الكل لك لأنك تستحق. ما يملك قلبي أمامك غير السجود. محلى السجود أمامك يا يسوع أنشد بالعود لجلالك. محلى السجود أمامك يا يسوع أنشد بالعود لجلالك. ياللي دفعت فيا أغلى الأثمان ولما قبلتك ربي صار لي السلطان. وانت بترعى حياتي بكل حنان. ما يملك قلبي أمامك غير السجود. محلى السجود أمامك يا يسوع أنشد بالعود لجلالك. وأنا صوتي ليك هيعلى بهتف أناشيد. ولأنك عايش فيا أيامي عيد. وبتغنى حياتي جنبك بالمواعيد. ما يملك قلبي أمامك غير السجود. محلى السجود أمامك يا يسوع أنشد بالعود لجلالك. ده أنا عزي بك وفخري وملي سواك. وسراج لرجلي كلامك وماشي وراك. وعلى أيامي يا ربي ما يسود إلاك. ما يملك قلبي أمامك غير السجود. محلى السجود أمامك يا يسوع أنشد بالعود لجلالك. محلى السجود أمامك يا يسوع أنشد بالعود لجلالك. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا. ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآيات.